أولادنا مش ملكنا بالمناسبة أولادنا أمانة عندنا أولادنا محل للعبادة إن احنا نعبد ربنا بالرعاية فهو أمانة عندنا نحسن في الحفاظ عليهم فأولادنا ملك لله وكل ابن ليه رحلته في الإقبال على مولاه ولازم نعلم أولادنا بدري الكلام ده إن هو في معاملة مع الله لازم أعلم ابني إن هو يروح لربنا ويشكيله ويتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى من غير خوف مش أنا أحاول احسسه ان هو ده هيخاف من ربنا فانا اعمل ايه؟ فاقوم انا بتجربه ان انا الجا الى الله وادعي الى الله وابني ما يدعيش. لا ده مش هو ده الصح. ده يخلينا نربي اولادنا واحنا عندنا خوف من الله ورعب من الله، لكن لما نربي اولادنا على ان هم عندهم علاقه ورحله مع الله يتربوا اولادهم على ان في رجاء في الله. انا ليه بتكلم النهارده في الموضوع ده؟ لإن في بعض الأوقات وفي بعض الأحيان من شدة إحساسنا بالخوف من إنهم مح... بإن إننا محاسبين على تصرفات أولادنا بيخلينا نقع في بعض الأشياء الخطر اللي ممكن تفسد التربية وتفسد حبهم لله سبحانه وتعالى. أنا أقول لكم شوية المش... المصايب اللي ممكن نقع فيها بسبب هذا الشعور. أول حاجة شعور الأولاد إن صلاحهم جزء من مصلحة الآباء. يعني إيه اللي حاصل؟ انتوا كلكم عايزيننا بس نتدين ونبقى كويسين عشان كنا نبقى كويسين ومتدينين ده يبقى في ميزان حسناتكم لكن احنا مش مهمين بالنسبه لكم الاولاد على فكره اذكياء اسكيه اسكيه جدا بيفهموا الطريقه دي من النصيحه هل النصيحه دي علشان هم؟ ولا عشان اهاليهم في ناس بتتعامل مع اولادهم لما بيعملوا خطا او لما ما يعملوش العباده الواجبه عليهم بطريقه ايه اسمع بقى بيقول ايه يا ابني انت عايز تدخل النار وتدخلني معاك ايه ده فالولد يحس ايه ده يعني انت مشكلتك ان انا لو دخلت النار ان انت هتدخل النار معايا فالولد هو ابويا بيحبني ولا لا هو ربنا سبحانه وتعالى لما اودعني وديعه عند ابويا ابويا فعلا عايز ينجو هو ولا هو انا مهم بالنسبه له انا حاجه مهم بالنسبه له لا الطريقه دي بتخلي اولادنا ينفروا من العباده على فكره لان بيخلي الاولاد يحسوا هقول لكم حاجه دقيقه كده ان الاهم ان ابويا يعبد ربنا حتى لو كنت انا اداه للعباده دي وانا مش مهم فبيحس ان هو ملوش كرامه انا كل حكاية ان انا اداه عشان ابويا يبقى ايه حاسس ان هو متدين فبتكون قلوبهم مسدوده ان هي تسمع اي كلام عن الدين تاني حاجه بتحصل بقى التشكك في الاولاد بعض الاباء لما بيزيد عندهم خوفهم من ان هم يتحاسبوا على اولادهم اذا كنت انا أتحاسب على الاولاد دي لا, لا, انا اراجع الحسابات بقى اراجع حسابات اولادي اللي بيعملوها بقى فيعمل ايه بقى فيبتدي الوسواس دوت يشتغل ويبتدي يشكوا في اولادهم فلو الولد اتاخر مثلا يبقى بيعمل مصيبه تليفونات 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 ولو بيقفل على نفسه الباب يبقى بيداري حاجه احتمال يكون بيعمل على سريه فتيجي كل الافكار ايه السلبيه إيه احتمال الولد ده يكون بيشوف بي بيشاهد حاجات وحشه. البنت دي ممكن تكون بتكلم ولد والعصر ده عصر مليان بالبلاوي فيضطر الاهل يعملوا ايه؟ يقعوا في حرمه ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه فيتجسسوا على العيال. ما احنا فاكرين ان العيال بتوعنا بقى فاتجسس على العيال بدل ما يجيبولي مصيبه لا انا رأ... كل واحد يقعد يعني بالظبط كده اصل بي... بيحصل ده مع اهل التدين كم... لا انا لو عت لو عت يعني انا اقعد على الكاشير كاشير فابني يتحول الى انه ايه كشير الحسنات بتاعي فلا لا لو حد ينصب علي ويسرق ويسرق حسناتي لا انا اقعد وراجع حسناتي بنفسي وابص على الكاميرات ونعرف رج... ونعرف اهالي حطوا كاميرات في, أو... في اوض ولادهم ليه طيب ما انا مش هتحاسب عنه فالاولاد يحسوا بانتهاك الخصوصيه وان كرامتهم مطبع محترمه مش مهدره وبس وانهم مش محل ثقه تخيلوا التصرف ده مع تصرف حضره النبي تخيل رسول الله ستنا ام انس بعد سيدنا انس الرسول الله عشان يربيه فسيدنا انس بيقول ايه فلم يقل لي, لي شيء فعلت لي ما فعلته او لي شيء تركت لي ما تركته يعني ان رسول الله ان الرسول الله ملاحظ بس هو شايفه انسان كويس فواثق فيه فبيديله ثقته بنفسه ولذلك سيدنا انس بقى سيدنا انس راوي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشان كده بقى كبر ونضج لكن لما تربي اولادك على انهم محل الشك عارف هتعمل ايه؟ هتخرج أسوأ ما فيهم. ثالث حاجه بتتكون بقى سوره الاله المتربص والاولاد وسوره الاله المتربص ده عند الاولاد يصدهم عن محبه الله. فتيجي تغوط فكره بقى لازم ابني ما يغلطش